هلعب معاكي لعبة رسائل. رسائل هتبعتيها لحد. اوكي واو. تمام. اول رسالة، مين تقوليله او تقولي لها مش مسامحاك او مش مسامحاكي؟ مفيش حد. لا مش معقول بقى، انا سامحت كله. مسامحة؟ مفيش حد مش مسامحاه على طول. لازم اسامحه، لو ما سامحوش ما ينفعش اسلي كده يعني. مينفعش. بتصلي ازاي؟ زي كل الناس بتصلي. بتصلي على طول؟ بتروحي الكنيسه على طول وبتصلي؟ الحمد لله يعني. طب بتروحي ازاي لان هيعرفوكي؟ لنا كنيسه الارمن في مصر بنروح. بتروحي على طول؟ بتروحي كل قد ايه كنيسه الارمن مثلا؟ ولا ساعات وساعات، لان هتلاقي مثلا لو مشغوله فتره ما رحتش، مثلا لو مش مشغوله هتلاقي كل يوم الاحد كده يعني. ساعات وساعات. طيب تاني رساله، تقولي لمين انا البطل؟ هقول لمين انا البطل؟ مين تقولي لها او تقولي له انا البطل؟ هقول لهم انا البطل عشان في كتير جداد طلعوا وبيعملوا ترندات وفاكرين نفسهم انه هم البطل. هقول لهم يا بنات يا حلوين، لما تغيروا شكل رأس شرقي زي ما سوفينار اتغيرت، يبقى تقولوا على نفسكم انتوا البطل. لغاية دلوقتي انا البطل يا حبايبي. رأس اللي انتوا بترقصوا رقصتي بس. طيب مين تقولي له ليك يوم يا ظالم؟ احمد سبكي. ظلمني كتير. بجد؟ ظلمك ليه؟ والله كده يعني. عمل ايه؟ ظلمني كتير. ليه؟ مش هقول ايه. لا قولي. طب ما يمكن يصالحك بعد ما تقولي. ممكن لو قلتي يصالحك. احنا ما تخليناش عشان نصالح. بس انت بتقولي هو حبيبي. بس عمل ايه؟ ظلمني كتير. عمل ايه؟ خلاص مش عايزه تقولي؟ عمل ايه؟ هو هيعرف لوحده؟ هو عارف ليه لوحده طبعا. اخر فيلمين. اخر فيلمين يا حبيبي. انتي لسه عايزه فلوس؟ لسه ليكي فلوس ولا ايه؟ ماشي. طيب مين تقولي له تعالى هنا وانا احبك؟ شاروخان. تعالى هنا وانا احبك. شاروخان. ونسيتي الاولاني اللي انتي كنتي لسه الهندي اللي بتقولي عليه؟ لا شاروخان دي بتشوفي بالنسبه لي يعني مش راجل اللي احبه يعني، بحبه تمثيله وشخصيته والخاريزمته يعني. شاروخان بالنسبه لي ده كينج. اوكي. انت عارفه تتكلمي هندي؟ بتفهمي هندي؟ شويه 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 شويه. طيب بس شاروخان هنجيبه ازاي؟ هقول له ما توم سبيار كرتاحوم يا شاروخان. ايه؟ ما توم سبيار كرتاحوم. يعني ايه؟ يعني بحبك. ايوه بس ما شاروخان ده متجوز، تلاقيه وعنده عيال وعنده ليلة. انا مش عايزه اتجوزه، انا عايزه اشوفه. وفي اكتر من كده؟ لا انا بقول لك تقولي لمين تعالى هنا وانا احبك. مين احبه ازاي يعني؟ احبك تحبيه؟ احب اشوفه بس ما مش هلمسه يعني. شاروخان بتقولي كده؟ شاروخان. ماشي ده هيتبسط قوي. تقولي مين كاس وداير؟ ما بعرف. هقول لمين؟ فكرني كده. ممكن هنقول لمين؟ مين؟ مين؟ مش عارف. لا اكيد في حد ممكن تقولي له كاس وداير. ده احنا الكلمه دي يعني هتلف تلف وهترجع تاني، هترجع لك تاني. بجد؟ طبعا يعني لو حد عمل حاجه فيكي هتلف تلف وهتترد له تاني. والله مفيش حد. روح بقى انت وخاصك. مفيش حد. لا ده في حد. وايه يعني؟ بصي يعني مش عارفه تنسيه انت. مش عارف مش عارف مش عارف ما بيطلعش من هنا. ماشي شكله كان كويس. طيب تقولي لمين بكره نقعد جنب الحيطه ونسمع الزيطه؟ سؤالك كلها غريب كده ليه يعني؟ حد من حبايبي يعني؟ لا انت فاهمه المثل ولا مش فاهماه؟ افهمك المثل؟ فهمني كده. يعني تقولي مين بكره نقعد جنب الحيطه ونسمع الزيطه، يعني اللي هو ايه يعني؟ بكره باللي انت بسبب الاعمال اللي انت بتعملها دي، بكره بقى هتشوف الناس هتقول عليك ايه يعني. الحاجات اللي انت بتعملها دي غلط والناس هتتكلم عليك مش كويس.
والله هقول للناس بالذات للفنانين اللي عشان الترند وعشان حتة الشهرة بيعملوا حاجات الوحشة وفيديوهات الوحشة. اه بتقولي لهم بكره بقى بسبب اللي انتوا بتعملوه ده هنقعد جنب الحيطه ونسمع ازاي. ما بيطولش الموضوع. مش بيطول ترند وبيروح. اوكي. تقولي مين ياما الهدوم بالداري؟ هجيبهم كل دول منين يعني اللي انت بتسالي؟ انت عارفه الاول معنى المثل ولا ايه؟ ولا لا؟ عارفه معنى المثل؟ تقولي لمين الرساله دي ياما الهدوم بالداري؟ بصراحة ما فيش حد هقول له كده يعني. هقول لمين؟ فيش حد تخميتي في شكله لابس حلو او لابسه حلو ومتشيك وبتاع وهو اساسا يعني ما تحت السواهي دواهي؟ ما بس ما ينفعش نقول له يعني عيب. مش يعني لازم نقول اسمه، ممكن نقول مثلا في حد اقول له كده. ايه لازمته لما ما نقولش اسمه؟ انت عايزه تقولي اسمه؟ طب قولي خلاص قضي السؤال دي. يعني في حد جه كده، في حد جه وعمل نفسه ان هو يا مهنا ويا مهناك وبتاع وهو اساسا ما فيش؟ في ناس كتير كده طبعا. في كتير. بتعملي معاهم ازاي الناس دي؟ بتعملي معاهم ازاي؟ تعرفيهم على طول؟ بقيتي تعرفيهم بسرعه؟ دلوقتي 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 بعلي ساعه. تجيبيهم على طول. تمام. تقولي لمين امشي عدل يحتار عدوك فيك؟ ولا تيجي نغير السؤال؟ نغير السؤال، بلاش بلاش ده. تقولي لمين بقى؟ ودي بقى انت عندك كتير. تقولي لمين كان غيرك اشطر؟ لكل الترندات برضو. طيب تقولي لمين سوق الحلاوه جبر؟ هقول لمين؟ يما ما اعرفش هقول لمين. انت شايفه هنقول لمين؟ طب قولي في مكان. لا انا هقول ما اعرفش. انا ما اعرفش. انت قولي. ما اعرفش يعني هقول لمين؟ انت محتاجه تفكير طويل. او انت عايزه انا هرد عليك في ثانيه؟ لا فكري قولي. هتاخد برنامج وقته كله. اصلا كمان. طيب طب تقولي لمين الطيب احسن؟ الطيب احسن. مفيش. مفيش؟ لا خالص خالص. شفتي كل السؤالات اللي انت سألتيني؟ مفيش اي حد. طيب انا هجيبهم من